بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ التحضير لسنة جديدة. إن شاء الله تكون سنة سعيدة جدا. الصف الأول الإعدادي خلاص، إحنا خلصنا جريد 6 وبقينا أكبر خلاص، وبدأنا ندرس المواد بشكل أكبر شوية وبشكل أوضح شوية في المعلومات اللي فيه. بمعنى ان احنا في سنة اولى اعدادي هندرس الساينس بشكل اكبر شوية، يعني بشكل ناضج شوية عن مرحلة ابتدائي. احنا حاليا في مرحلة اعدادي، فلازم تكونوا مركزين ولازم تكونوا فاهمين ان الساينس مادة محتاجة اهتمام علشان تجيبوا فيها الفول مارك وانتم مطمئنين. بريب 1 عندنا مجموعة من الكلمات اللي لازم انت تكون عارفها بغض النظر عن المنهج ايه، يعني بغض النظر احنا هندرس ايه بالظبط في المنهج، لازم الكلمات دي تكون عارفها. فاحنا في مجموعة الفيديوهات دي هنعمل تحضير للمنهج على هيئة كلمات مهمة هندرسها. مهما كان المنهج في تغييرات او في اي حاجة، لازم الكلمات دي تكون عارفها. فاحنا هنبدأ لسون لسون كده مع بعض، ونحاول نفهم الكلمات دي معناها ايه ونحفظها كويس. عندنا اول ليسون في بريب 1 عندنا matter and its characteristics. matter and its characteristics، كلمة matter احنا خدناها زمان في جريد 4، وكنا بنتكلم عنها دايما وبنقول ان matter هي كل حاجة حوالينا، اي حاجة بقدر امسكها واشوفها دي اسمها ماتر. فاحنا عندنا يونت 1 احنا بنتكلم عن موضوع الماتر دي، بنشوف الحاجات اللي حوالينا في الكون وبنشوف هي شكلها ايه وخواصها ايه. يعني ايه كلمة خواص؟ كلمة خواص يعني المميزات بتاعتها او الصفات بتاعتها. يعني انا مثلا لو ليا واحد صاحبي اسمه كريم، فكريم ده مثلا طويل ولونه ابيض مثلا وعصبي وصوته عالي وحاجات في كريم ده صاحبنا ده، فدي الكاركترستكس بتاعته، دي الخواص بتاعته. طبعا كريم ده هيومن، احنا بنتكلم على جنرال كيس، يعني بنتكلم على اي حاجة في الكون حوالينا. بنحاول نصنف الحاجات اللي في الكون دي ونبتدي ندرسها ونعرف بتتكون من ايه. فاول درس عندنا اسمه matter and its characteristics. لو جبنا اي حاجة في الكون وبدأنا نشوف الخواص بتاعتها. ففي تعريف عندنا مشهور جدا ان يعني ايه matter. فبنقول ان matter it's everything that has mass and volume. اي حاجة في الدنيا ليها mass و volume نقدر نقول ان الحاجة دي matter. يبقى انت لو انا جبت لك بن، لو انا جبت لك قلم وقلت لك القلم ده يا ترى هو ماتر ولا لا؟ هتقول لي ده ماتر. ليه ماتر؟ بدليل ايه من ان هو ماتر؟ it has mass and volume، ليه ماس، ولو حتى الماس دي قليله قوي بس هو ليه ماس. يعني احنا مش بنشرح الدرس ولكن بنحاول نفهم الكلمات اللي جواه والمعاني العامه اللي فيه. لما نيجي نشرح الدرس ده ونفهمه كويس، هتلاقينا بنتكلم على الاير، الهواء، ان الاير ده is a matter. بنعتبر الاير ده ماتر. بمعنى ايه ان الاير ده ماتر؟ ان الهواء اللي في حياتنا، الهواء دوت يعتبر ماتر. ليه يعتبر مادة؟ ليه؟ لان الهواء ده، الاير ده، ليه ماس، ليه كتلة، ولو انها كتلة قليلة جدا جدا. يعني انت لو حطيت مثلا مليت بالونة على الميزان وحطيتها على الميزان، هتلاقي كتلتها قليلة جدا. دي كتلة الهواء اللي جواه، جوا البالونة. فده معناه ان الهواء ده هاز ماس، عندها ماس وفوليوم في نفس الوقت، الحجم. فده يخلينا نسأل، هو في فرق بين ماس وبين فوليوم؟ في فرق كبير بين الماس وبين الفوليوم. كلمة ماس معناها كتلة، ولازم تكون في دماغك دايما فاهم يعني ايه كتلة. كتلة او ماس دي معناها it is the amount of matter in an object. يعني انا لو معايا object، لو معايا حاجة
الحاجة دي فيها amount of matter. يعني أنا معايا مثلا book، معايا كتاب، فالبوك ده في amount of papers، فيها في عدد أوراق. لو أنا معايا كتاب في 10 ورقات ومعايا كتاب في 100 ورقة، مين فيهم اللي عنده ماس أكبر؟ مين اللي عنده ماس كبيرة؟ اللي عنده ماس كبيرة هو اللي فيه 100 pages، اللي عنده 100 صفحة. فاللي عنده 100 صفحة ده عنده amount of papers أكتر، وعن paper يعني matter، البيبر دي matter، فيبقى عنده amount of matter أكبر، وبالتالي عنده ماس أكبر. يبقى احنا عندنا الماس دي، الماس دي هي الكتلة. انا يهمني انك تكون عارف معناها، بس ان الماس دي الماس دي اللي احنا بنتكلم عنها لما يكون بشوف الحاجة دي فيها amount of matter كتيرة ولا. طب الفوليوم ايه قصته؟ الفوليوم ده الحجم. يعني انت لو دخلت الصالة مثلا عندكم في الشقة، الصالة مثلا ممكن تكون صغيرة شوية، ممكن تروح عند واحد صاحبك تلاقي الصالة كبيرة قوي. طب تعالى ندخل الصالة مثلا بتاعت فندق كبير جدا، هتلاقي الصالة كبيرة جدا بتاعت الفندق. لو دخلنا قاعة مؤتمرات وهكذا. فالفوليوم ده يعني الحجم. It is the space occupied by the matter، يعني او by the object، ان انا دي المساحة اللي شغلها جسم معين. يعني لما يكون معايا عربية لعبة توي كار مثلا، ومعايا العربية اللعبة دي مساحتها صغيرة، الفوليوم بتاعها صغير، واجي اقارنها بعربية تانية حقيقية كبيرة، لا الريل كار العربية الكبيرة ليها فوليوم اكبر. فاحنا بنقول ان اي ماتر في الدنيا لازم يكون لها ماس اند فوليوم. احنا عمالين نشرح ده ليه؟ لان احنا في خلال دراستنا للدرس هندرس العلاقة ما بين الفوليوم والماس. هندرس بقانون معين، هنقول ان لما اجي اقارن الماس مع الفوليوم بحسب حاجة اسمها دينستي. هنعرف الدينستي كمان شوية. فده قانون من القوانين اللي هندرسها في الدرس الاول. فانا يهمني انكم تعرفوا يعني ايه ماس ويعني ايه فوليوم. الحاجة اللي بعد كده، ان انا بعد ما عرفت يعني ايه ماس ويعني ايه فوليوم، لازم افهم الفرق ما بين تو كاركترستكس مهمين جدا. انا بفكركو ان الدرس بتاعنا اسمه matter and its characteristics. احنا اتكلمنا عن اول حاجة خالص اللي اسمها matter، يبقى اول نقطة في عنوان الدرس اسمها matter. عرفنا يعني ايه matter، ان الماتر دي اي حاجة حوالينا وليها ماس وفوليوم، وعرفنا يعني ايه ماس وعرفنا يعني فوليوم، ومفروض ان احنا نكون مذاكرين الكلام ده قبل كده، بس احنا بنفتكر. كاركترستيكس بقى النص التاني من العنوان بتاع الدرس. كاركترستيكس يعني مواصفات. زي ما بقول لكم، ممكن انت يكون ليكي واحدة صاحبتك فيها مواصفات معينة، مثلا دي طويلة، دي معرفش ايه، دي مثلا شعرها حلو، دي كل دي مواصفات في صاحبتك، وبالتالي دي معنى كلمة characteristics. المواد بقى او الحاجات اللي حوالينا كلها برضو فيها characteristics، بس احنا لما نيجي نتكلم على characteristics او المواصفات او الخواص، لازم نفرق بين حاجتين من المواصفات. في حاجة اسمها physical characteristics، physical characteristics، وفي حاجة اسمها chemical characteristics. يعني انا في حاجات بحكم عليها بالشكل بس، وفي حاجات بحكم عليها بالفعل. ده الفرق بين الفيزيكال وبين الكيميكال. بالظبط زي ما يكون قدامك شخص معين، تيجي مثلا هو شكله اجنبي، يعني انت من بره كده وهو جاي، ده شعره اصفر وعينيه خضرة وابيض ومش عارف ايه، ده شكله كده اجنبي. دي الفيزيكال، دي الحاجات الظاهرية اللي انت شايفها من بره. تيجي تسلم عليه ومثلا تقول له ازيك، يقول لك الحمد لله والله، بس الطريق كان ايه ده، هو انت مصري؟ فتقول له يقول لك انا مصري عادي، بس انت شكلك مختلف. فالكيميكال لما هو اتكلم وانت اختلطت بيه وشفت الاكتيفيتي بتاعته، شفت النشاط بتاعه، اكتشفت ان هو ليه مواصفات تانية. يبقى انا عندي المادة نفسها، المواد نفسها، لما اجي ابص لها ببص على شكلها الاول. معايا شوية سولت، معايا شوية ملح، مثلا تيبل سولت، تيبل سولت اللي هو ملح الاكل، الملح اللي بنحطه على الاكل ده
اسمه تيبل سولت، ولازم الحاجات دي تكتبوها علشان تكونوا دايما شاطرين. الاوائل هم اللي بيركزوا في معاني الكلمات، لازم تكون عارف يعني ايه فيزيكال ويعني ايه كيميكال. فالفيزيكال لو انا معايا شويه تيبل سولت وجيت قلت لك ادي تيبل سولت اهو، ابتدي قول لي الكاركترستكس بتاعته، هتقوم انت قايل لي اه طيب نمبر 1 هو انت عاوزني اشوف لك الكاركترستكس بتاعته فيزيكال كاركترستكس ولا كيميكال كاركترستكس. وهنا هنبتدي نفهم هو انت يا مستر قصدك ايه بالفيزيكال. يعني انا انت قلت لنا لما شرحت لنا على الراجل ده قلت لنا مواصفاته كانت كذا كذا، احنا لما يكون معانا بقى حاجه حقيقيه بقى ماتر حقيقيه، يا ترى ابتدي اوصفها ازاي؟ ببتدي اوصفها عن طريق 7 ايتمز في الفيزيكال كاركترستكس و3 ايتمز في الكيميكال كاركترستكس. كلمة item يعني بند من البنود. اول حاجة خالص علشان تدرس characteristics of any matter you must test the color, taste and smell. لازم تعمل تيست على ال color, taste والtaste والsmell. كلمة color يعني اللون، كلمة color يعني اللون، وtaste المذاق انك تدوق الحاجة دي، وسمل انك تشمها او تتكلم عن حاسة الشم فيها. بمعنى ايه؟ ان انا لو معايا، انا برضو مش عاوز افضل اشرح في الدرس، انا بس بحاول اوصف لكم الكلمات ارتباطها ببعضها. يعني physical characteristics لازم تعرف ان تحتها مجموعة الكلمات دي عشان لما اجي اشرح الدرس كل واحدة في دول فيها كلام هنقوله. فcolor يعني اللون، اه الملح ده لونه ابيض. طيب التيست لونه مثلا لونه سويت مثلا، لونه طعمه حلو مثلا او طعمه وحش. سمال اللي هي الريحه نفسها، في ديفرنس بتوين يعني الفينجر، الفينجر والبرفيوم مثلا، لما انت تيجي تشم الخل وتشم البرفيوم اللي انت بتحطه، فبالتالي انت في اختلاف كبير بين ريحه الخل وبين البرفيوم نفسه، ان ده ريحته حلوه وده ريحته وحشه. نفس الكلام ان انت التيست نفسه of sugar and table salt، لما انت تيجي تشوف التيبل سولت ده بقى تيست وحش ما بتحبوش، اما الشوجر مثلا ده تيستي حلو تقدر انت تقعد تاكل فيه وتحب. الكالر نفس الكلام، الحاجات مختلفة. فده اول حاجة في الفيزيكال كاركترستكس، ان انت تكون عارف ان لو انا عاوز اوصف لك الخواص الفيزيائية، يبقى انا اول حاجة هكلمك عنها اللون والشكل او اللون والطعم والريح، ده اول حاجة. تاني كلمة عاوزكم تعرفوها في الدرس الاول بخصوص الفيزيكال كاركترستيكس كلمة دانستي، وكلمة دانستي تحفظوها كويس بالكتابة وبالنطق. دانستي هي الكثافة، وعلشان تعرفوا يعني ايه كثافة تعالوا هاتوا مسمار وحطوه في مية. يعني انت هات نيل مسمار and put it in the water، حطه في الووتر. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي حاجتين، هو هيحصل له سينك ولا فلوت. يعني يا ترى هيحصل له سينك ان هو يقع في المية ويغطس، والله هيحصل له عملية floating on the surface ان هو هيطفو على السطح. لا، هيحصل سينكينج في الووتر، هيحصل ان هو هيقع جوه. لو وقع جوه المية وغطس في المية كده هو الدينستي بتاعته كبيرة، it has large dynasty. اما لو جبت مثلا انت كورك، لو انت جبت فل او جبت وود خشب وجيت حطيت الخشب ده على الووتر on the surface of water، هتلاقي ان الووتر has low dynasty، ان ليها low dynasty، الدينستي بتاعتها قليلة. ليه؟ لان هي هتطفو على سطح المية، it will floats on the surface of water. يبقى كلمة دينستي معناها ان الحاجة دي لحد دلوقتي انا مش بشرح لكم الدرس، بس معناها كده بالفهم كده هي الكثافة، ان يعني ده هيغطس ولا مش هيغطس. هنتكلم بقى لما نيجي نشرح الدرس ان شاء الله عن القانون اللي بيحكم الموضوع ده، وهنبتدي نفهم ايه علاقة الدينستي مع الماس اند فوليوم. امتى
الماس والفوليوم يعملوا لي دينستي عاليه، وامتى الماس والفوليوم يعملوا لي دينستي قليله. الكلمه اللي بعد كده اللي لازم نعرفها هي ميلتنج بوينت. ميلتنج بوينت، ميلتنج بوينت يعني درجه الانصهار. لو انت معاك حته تلج زي الصوره اللي فاتت دي، شايفين التلج ده؟ التلج ده فضل انت لو حطيته جوه الفريزر هتطلعه تلج جامد، بس لما بتسيبه فتره بره الثلاجه بتلاقيه بدا يسيح. الدرجه اللي عندها التلج بيتحول من الصوره، من الصوره السوليد اللي هي صلبه للصوره الليكويد اللي هي سائله، الدرجه اللي بيتحول عندها اللي يبتدي اول حته تلج تسيح هي دي اسمها ميلتنج بوينت، درجه الانصهار. درجه الانصهار هي الدرجه اللي عندها الماده بتتحول من صلب لسائل. The point at which أو the temperature at which matter begins to change from solid state to the liquid state. يبقى أنت تعرفها إمتى؟ لما تلاقي إن في matter عندك والماتر دي begins to change from the solid state to any another state، يعني ممكن تتحول لليكويد أو to vapor. لو إحنا بقى جينا نتكلم على النقطة اللي بعد كده اللي اسمها boiling point. boiling point، boiling point هي درجة الغليان. boiling point هي برضو درجة حرارة، هي temperature. كلمة temperature يعني درجة حرارة، أظن إن أنتوا عارفينها يعني. temperature it is the temperature at which matter begins to change from إيه بقى to إيه. درجة الغليان دي لما أنت تحط مثلا المية على النار والمية بتبقى liquid عادي أو الوتر تبقى liquid وتبتدي تغلي لدرجة إنها تتبخر، فهي درجة الحرارة اللي بتحول فيها الليكويد لفيبر، من ليكويد لغاز. يبقى at the temperature at which matter begins to change from liquid state into a gaseous state. gaseous state يعني غاز، درجة اللي هي الحالة الغاز يعني. النقطة اللي بعد كده عندنا حاجة اسمها hardness. hardness يعني الصلابة. يا ترى الحاجة دي ناشفة ولا مش ناشفة؟ يعني ده كده بالإيه؟ بالمعنى البسيط خالص، ان هي قويه يعني ولا مش قويه، ان يعني اقدر ان انا اتنيها زي الرابر كده لو انا مسكت حته مطاط وقعدت اتني فيها، ولا يعني ناشفه زي الوود مثلا او الايرن. الكلمه اللي بعد كده electric conductivity. electric conductivity يعني توصيل الكهرباء، وهنتكلم عن ده. thermal conductivity يعني التوصيل للحرارة. يا ترى الحاجة دي بتوصل حرارة ولا لا؟ يعني لو انا مسكت معلقة وحطيتها على النار، يا ترى المعلقة دي هتوصل الهيت ولا لا؟ كلمة هيت هي الثيرمال، يعني كلمة thermal conductivity دي معناها ان توصيل الحرارة. اول ما بحط المعلقة على النار بتلسع، ما هي بتوصل، ما هي good conductor of heat. انت رايح تحط حاجة good conductor of heat على النار ومش عاوزة تلسع. يبقى الفيزيكال كاركترستكس هي اول حاجه كالر تيست اند سمل، وبعد كده دينستي، ميلتنج بوينت، بويلنج بوينت، هارنس، اند الكتريك كوندكتيفيتي اند ثيرمال كوندكتيفيتي. ده فيما يخص الفيزيكال كاركترستكس. الكيميكال كاركترستكس بقى، احنا كنا بنقول ان الفيزيكال ده اللي هو الشكل بس، تعالوا بقى نشوف الطبع او اللي هو بيتصرف تصرفات عاملة ازاي. ده الكيميكال اللي هي النشاط بتاعه، حركته، انت بتتصرف ازاي مع الطبيعة. عندنا ثلاث حالات واحنا مش هندخل قوي حتى في الدرس، مش هندخل قوي في تفاصيل موضوع الكيميكال كاركترستكس. احنا بس عاوزين نعرف ان المواد اللي ربنا خلقها او الاني ماتر is one of the three، واحد من الثلاثة دول. Very active material, less active material, and inactive material. يبقى أنا عندي المادة اللي أنت مديها لي دي، لإما تكون very active، نشطة جدا، يعني مجنونة، مادة مجنونة زي الصوديوم مثلا. الصوديوم ده تيجي تاخده كده وتحطه على الترابيزة تلاقيه بيولع لوحده، وهو بيولع لوحده لأن هو active جدا مش عاوز يهمل، فلازم نحطه جوه مادة تفضل تخليه ما يتفاعلش. نفضل دايما الصوديوم ده كيبت under كيروسين، بنعمل له حفظ في الكيروسين. الكيروسين دي مادة ما بتتفاعلش مع الصوديوم، فبنخليه يعني نحبسه جوه يعني. بس لو طلعناه بيتحرق على طول لوحده كده، فده very active. اما less active material دي مواد ما بتتفاعلش الا لما انا احركها، يعني هو شخص هادي اصلا
بس بيتعصب، يعني تيجي تقعد تستفزه كده تستفزه تلاقيه اتجنن عليك. فده ليس اكتيف ماتيريال. في بقى واحد ان اكتيف ماتيريال، ده ما تضربه وتشتمه وتعمل له اي حاجه ما بيتعصبش، هو مش عصبي اصلا، او بمعنى صح يا ماتر ما بتتفاعلش، مهما تعمل فيها هي انا مش هتفاعل. فدي ما فيش منها اي خوف، يعني ده هي ان اكتيف ماتيريال. زي ايه؟ زي الجولد. انت الجولد ده لما تروحي تشتري مثلا ذهب، بتشتري الذهب ده ليه؟ لان الذهب ده مهما عدى عليه الزمن مش هيصدي، مش هيتفاعل، مش هيعمل تفاعل كيميائي مع الطبيعه. مش هتلاقيه مثلا في مره في جه عليه حبه ميه فبالتالي صدى، مش ذهب، يبقى ايه؟ يبقى حاجه تانية فيها اكتيفيتي، فيها نشيطه. زي مثلا الايرون، لو احنا لبسنا خواتم من الحديد، تاني يوم الصبح هنصحى نلاقيه صدى. ليه؟ لانه اكتيف. اما الماتيريالز، كلمه ماتيريال يعني ماتر برضو في نفس المعنى، ماتر وماتيريال هي حاجه واحده. فالان اكتيف ما بيتفعلش، زي الكابر اند سيلفر، الجولد و سوري الجولد والسيلفر، زي الذهب والفضه. اما الكابر والايرون والكلام ده ليس اكتيف ماتيريال. يبقى فهمنا يعني ايه فيري اكتيف بيتفاعل بسرعه، وليس اكتيف ماتيريال بيتفاعل نص نص، وان اكتيف ما يتفاعلش خالص. الالكتريك كوندكتيفيتي اللي كنا اتكلمنا عنها في الفيزيكال كاركترستكس من الحاجات المهمه جدا في الدرس ده، واللي حابب ان انا اقول لكم نبذه بسيطه عنها، ان احنا عندنا نوعين من الالكتريك كوندكتيفيتي. الكتريك كوندكتيفيتي يعني توصيل الكهرباء، وتوصيل الالكتريستي في نوعين من المواد ممكن يوصلوا لنا الالكتريك، او في نوعين هنتكلم عنهم في موضوع توصيل الكهرباء. اول نوع هو الجود كوندكتور اوف الكتريستي، وده بيوصل الالكتريستي بشكل كويس. It allows the electric current to pass through it، بيسمح لي الالكتريك فلوس او الكتريك تشارجز اللي هي الشحنات الكهربية ان هي تعدي من خلاله زي الكابر. اما الحاجات او الماتيريال اللي باد كوندكتور ما بتسمحش ليه الكهرباء ان هي تمشي خلالها زي اللود. يبقى احنا لما نيجي نعمل الالكتريك واير، لما نيجي نعمل السلك بتاع الكهرباء اللي بنركبه في شقتنا، نعمله من الخشب ولا نعمله من الكابر؟ لو احنا عاوزين نوصل كهرباء مظبوطة نوصل بالجود كوندكتور اللي هو كابر. يبقى جود كوندكتور موصل جيد للكهرباء، وباد كوندكتور موصل سيء او باد كوندكتور اوف الكتريستي. بكده احنا خلصنا الليسون نمبر 1 بالنسبه لكلمات الدرس فقط. اتكلمنا في الليسون ده بشكل سريع عن ان عنوان الدرس اسمه ماتر اند اتس كاركترستكس، وشرحنا يعني ايه ماتر، وقلنا ان الماتر دي از اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم، وقلنا يعني ايه ماس، وقلنا يعني ايه فوليوم، وعرفنا ان الكاركترستكس نوعين، فيزيكال كاركترستك و كيميكال كاركترستكس، خواص كيميائيه وخواص فيزيائيه. وشرحنا الفيزيكال كاركترستكس وشرحنا الكيميكال كاركترستكس ككلمات فقط، انما الدرس ان شاء الله بعد كده هشرحه لكم، وهتكونوا من الاوائل فيه، سنه اولى اعدادي ان شاء الله هتكونوا اشطر ناس فيها لو التزمتوا بانكم تتفرجوا على الفيديوهات بانتظام وبتركيز، مفيش سؤال تتخيلوه هيقف قدامكم. يبقى عرفنا يعني فيزيكال كاركترستكس، ومطلوب منكم تحفظوا السبعه دول كاساميهم فقط، والكيميكال كاركترستكس لحد ما نبتدي نشرح الدرس. يعني انا عاوزكم لما نيجي نشرح تكونوا حافظين الكلام ده. وعرفنا مثال صغير على موضوع الالكتريك كوندكتيفيتي، ان في جود كوندكتور وفي باد كوندكتور، في حاجات بتوصل وفي حاجات ما بتوصلش. وده كان الدرس الاول عندكم. ان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون اسمه ماتر كونستراكشن، هنتكلم عن حاجة اسمها ماتر كونستراكشن، تركيب، هنتكلم عن تركيب المادة بقى، ونشوف الماتر دي بتتكون من ايه من جواها. يعني انا لو مسكت حتة وود، او مسكت حتة مثلا ايرن، وحبيت ادخل جوه بقى، ادخل جوه الايرن ده واشوف هو بيتكون من ايه، هنعرف بقى الكلام ده في الفترة اللي جاية، وهنعرف الفرق بين، او هنعرف بقى الفيزيكال تشينجز. مش عاوز ابتدي اتكلم عن الدرس التاني، كل حاجه ان شاء الله يكون ليها معادها. كنت معاكم مستر احمد الباشا، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش لو الفيديو كويس تعملوا عليه لايك وسيبوا لي كومنتس عشان ارد عليها. متشكر ليكم جدا، وان شاء الله دايما نكون الاوائل مع بعض. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.